معه ابن البار اللي هو كسائر أبناء وتلاميذ ولايتنا العزيزة علينا اللي هي ولاية بشار، لكن الاختلاف والراه هو أن العائلة وقفة وصهرة في تربية أبنائها، وكذلك التلميذ وجد المناخ المناسب وجد الإمكانيات المتوفرة في البيت ووجد أساتذة كذلك أكفاء وجدها، واليوم يحضر معنا أستاذه في التعليم الابتدائي مشكور، وأستاذ مادة الفيزياء في الثانوي، سيد مدير المؤسسة الحالي، سيد مدير المؤسسة القديم الجديد العميد اللي نسموه عميد المدراء بالنسبة لولاية بشار. بالنسبة لبرنامج دراسي هو عبارة عن برنامج عادي، ليس ببرنامج مكثف أو برنامج خاضع لدروس الدعم. حاصلا على أعلى معدل بولاية بشار أقدم هذه المجموعة من النصائح، ولا على التلميذ أن يثابر، على التلميذ أن يجتهد من الجد والاجتهاد.